خلينا بقى نروح لكلمة مهمة قوي من الكابتن حسن حمدي، نجم نجوم النادي الأهلي وأسطورة من أساطير النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي السابق، اللي في عهده تم إنشاء قناة النادي الأهلي، وكلمة الافتتاح الخاصة بالقناة من الكابتن حسن حمدي. خلينا نروح نفتكر ونشوف هذه الكلمة، يلا بينا. يا أهلي شوف ولادك والجنون، شوف كتايبك شوف جنونك والحصون، شوف بيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أمجاد الجنون. أنت دايما أنت دايما أنت دايما 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 بالأمان، كل نعمة في رحابك عندنا دي مشيئة وإرادة ربنا، شيوخك اكتسبنا مجدنا وبيت شبابك احتفظنا باسمنا. انت دايما انت دايما انت دايما 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 بالامان، كل نعمة في رحابك عندنا دي مشيئة وإرادة ربنا، من شيوخك اكتسبنا مجدنا وبيت شبابك احتفظنا باسمنا. انت دايما انت دايما. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني في هذه المناسبة التاريخية الهامة والفارقة في مسيرة الإعلام الرياضي المصري أن أتقدم بوافر التحية والتقدير لجماهير الأهلي العظيمة وجماهير الرياضة في مصر الحبيبة، وأعلن في هذه اللحظة عن انطلاق البث الرسمي لقناة النادي الأهلي وافتتاح الاستوديو الجديد للقناة. كل التوفيق لقناة النادي الأهلي وجميع العاملين بها، وإلى المزيد من التقدم والنجاح.